رأي كان مع نفسي إنه أنا دخلت في علاقة، أنا راهنت عليها، أنا اخترت هذا الشخص، ما بالعلاقة تفشل. فشنو يصير؟ بدل مثلا لما يصير موقف غلط، الصح اللي أنا الحين تعلمته لما يصير معاك موقف whatever it is، خيانة، disrespect، whatever، the right thing to do is to walk away. إنك تمشي من العلاقة. أنا كنت أسوي العكس، أنا كنت أضل. فلما ظليت في هذه العلاقة وغلط على غلط على غلط، صار عندي so much anger. صرت هذا الشخص اللي أنا أحبه وأموت عليه، بنفس الوقت أكرهه، بنفس الوقت عندي مشاعر غضب تجاهه. فأنا حركت نفسي بنفسي. فهمت؟ أكيد. And أنا أعترف أنا غلطانة، وأعترف إنه أنا حتى ما كان مفروض إنه أنا أصلاً أطلع وأتكلم عن أبو بنتي بهاي الطريقة، لأنه تعرف كل ما تكبر لونة قدامي كل ما أستوعب إنه أنا سويتها غلط big time. بس أنا أهلي ربوني إنه مو عيب الواحد يغلط، بس عيب الواحد ما يعترف بغلطه.